رغم صغر سن جواو فيتور البالغ من العمر 4 سنوات فقط، إلا أنه يظهر بالفعل بعض مهارات ركوب الأمواج الرائعة التي جعلته يتمتع بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي البرازيلية، خاصة وأنه بدأ يمارس ركوب الأمواج عندما كان يبلغ 2 فقط. بدأ جواو ركوب الأمواج عندما كان عمره 2 و7 أشهر، كل دوافعه جاءت من أخته، كانت هي التي شجعته بشدة على ركوب الأمواج، ومنذ ذلك الحين أصبح يستمتع. يمنحه الاتصال بالمياه كثيرا من الحرية، نظرا لحقيقة أننا نعيش بالقرب من الواجهة البحرية ويمكننا إحضاره كثيرا لركوب الأمواج، فهو يتطور بسرعة، والمهم هو أنه يستمتع، فهو يلعب مع أخته ومع إخوته، هذا ما نريده. والد ووالدة جواو لا يعلقان آمالاً خاصة على ابنهم، لكنهم ببساطة سعداء برؤيته يشارك في بعض الأنشطة مع أخته الكبرى ماريا التي كانت تمارس رياضة ركوب الأمواج منذ صغرها أيضاً. نحن لا نفرض أي شيء، إنه يمارس رياضة ركوب الأمواج عندما يريد ذلك. لقد حصلنا على مدرس له منذ فترة قصيرة يعطيه دروساً 3 مرات في الأسبوع، وهذا ممتع. ما يهم أكثر هو أنه يحب ما يفعل، إنه يشعر براحة فائقة في البحر. ليس لدينا أي وجهات نظر مستقبلية لأنهم ما زالوا صغاراً جداً، سيكون الأمر متروكاً لهم، وإذا كانوا يريدون الاستمتاع فقط إنه جيد أيضاً. أهم شيء بالنسبة لنا هو أن نكون على اتصال بالطبيعة. وكانت قد انتشرت في البرازيل مقاطع مصورة لجواو وهو يركب الأمواج، حتى أصبح معروفاً في مجتمع ركوب الأمواج، حيث وصل عدد مشاهدات أحد مقاطع الفيديو الخاصة به إلى أكثر من 3 ملايين مشاهدة.